لا ما والله ما عندي احد ما يجي يشرب والله ما والله زين الخدمات يعني العلاجات زينه بس اذا يعني حولوا المستشفى راح يضرونا بعد التحويل مرضى مالنا هنا نجيبهم يعني صعب علينا شويه صعب زين الخدمات وكلش جيده اي نعم متوفر العلاج وكلش جيد والله سمعنا يريد يسدون المستشفى وهاي اللي بيها مضره للناس ليش يسدون المستشفى؟ مستشفى فايده الناس هاي عمليات وحالات طارئه وباللي الناس تيجي تدخل وتتعالج للصبح تطلع يسدون هاي الناس وين تروح؟ هاي المفروض مكان ما يدارون المستشفى يصلحون بيها يزيدونها يجيبوا الاطباء اكثر وعلاجات وصاله عمليات يريد يعزلونها الناس وين تروح؟ اليوم تشرفنا بزيارة إلى مستشفى الجمهوري في مدينة الموصل للاطلاع على واقع الصحي والواقع الخدمي في داخل المستشفى، حيث التقينا بالسيد مدير المستشفى وكذلك بقية الأطباء والكادر الصحي المتواجد في مستشفى العاملين في مستشفى الجمهوري. تم مناقشة عدة أمور التي يعانونها أثناء عملهم لتقديم الخدمات الصحية لأهلنا في مدينة الموصل. من ضمن المشاكل والمعوقات لاحظنا أو سمعنا بأن هناك فد قرار أو فد توجيه بأن نقل مستشفى الجمهوري أو توزيع كادر المستشفى الجمهوري إلى جانبين الأيمن والأيسر. طبعا هذا المستشفى الجمهوري له تاريخ عريق في مدينة الموصل وهناك أطباء أو كفاءات صحية يقدمون خدمات صحية لأهلنا في مدينة الموصل. هذا القرار خاطئ، نحن كمجلس محافظة نرفض هذا القرار، لذا نطالب مدير عام الصحة بالتريث في هذا القرار إلا أن يكون يتوفر لهم مكان خاص باسم مستشفى الجمهوري، ولا نسمح بأن يقوم المستشفى أو يتوزع كادر المستشفى ليضيع جهود العاملين وجهود الأطباء في هذه المستشفى، علما هذه المستشفى يقدم ما يمكن تقديمه من الخدمات. هناك عدة صالات، هناك قسم طوارئ وهناك استشاريات، وخلال لقائنا مع المراجعين لاحظنا أن جميع المواطنين راضين أو متفائلين بتقديم الخدمات، لأن العمل تسير على قدم وساق وبسلاسة دون أي مشاكل أو معوقات. كذلك لاحظنا هناك مشكلة تأخير صرف رواتب المتراكمة للموظفين والموظفات أطباء وكذلك جميع كادر الذين يعملون في دائرة في مستشفى الجمهوري. حتى الأجور اليومية والعقود الوزارية لم يستلموا رواتبهم، لذا نطالب معالي وزيرة الصحة بالنظر إلى هؤلاء الشريحة الذين يقدمون خدماتهم الصحية، تحديدا مستشفى الجمهوري وبقية المستشفيات هي حالة إنسانية. اليوم تشرفنا بزيارة الأستاذ لقمان رشيدي عضو مجلس محافظة نينوى المحترم بزيارة الموقع البديل لمستشفى الجمهوري التعليمي في المحاربين. تم اطلاع سيادته على سير العمل في المستشفى والخدمات التي تقدم للمواطنين، أخذ بزيارة للمستشفى. احنا كمستشفى جمهوري بكوادرها الصحية والخدمية على أتم الاستعداد لخدمة أهلنا في محافظة الموصل. احنا نطالب بتوفير مكان ملائم لنا لكي نقدم خدمات أكثر من ما نقدمه الآن، لأن يوجد في مستشفى الجمهوري كوادر صحية من أطباء اختصاص ذو كفاءة عالية وأجهزة طبية، ونحن على سبيل الاستعداد لتقديم ذلك. شرفنا اليوم بزيارة الأستاذ لقمان إلى مستشفانا عضو مجلس محافظة نينوى
والذي قام مشكورا بزيارة المستشفى والاطلاع على الأوضاع في المستشفى، وكما قام بزيارة عدد من المرضى واطلع على المعوقات التي تؤثر على عمل المستشفى. نرجو من سيادته مساعدة كوادر المستشفى في توفير مكان ملائم لعمل المستشفى كي نقدم خدمات أفضل للمرضى، والله ولي التوفيق.